حلمود يتخلصون وكمان من الوكيل اذا الله خلنا عن حلمود. طلاب احنا ذاك الاسبوع خلصنا كل انواع الاسلام قلت لكم ايش مش صحيح. اكو سؤال؟ زين فهذا الاسبوع راح نبدي بالكلتشر. الكلتشر ميديا او انتم مثل ما قلت لكم انه نحن هي كلها يعني تكنيشن. الستيلينج ايضا تكنيشن، يعني انا من جبت لكم اليوم الاثنين الفوازتهم التكنيشن، وهي كلها تقنيات احنا نستخدمها سواء كلتشر سواء الستيلينج سواء بعدين البايو كيميكال تيست. زين هي كلها تقنيات اريد احنا قلت لكم يعني اخر شيء نتوصل الى معرفه الجينوس والسبيكس. زين هذا الاسبوع راح ناخذ الكلتشر ميديا. الميديا شنية؟ قلت لكم احنا بالمختبر الاول البكتيريا تحتاج الى اوساط خاصه للتغذيه. هاي الاوساط الخاصه مال التغذيه احنا ايش راح نسوي؟ راح نحاول انه نوفر بيها النيوترينت جروث فور انفايرمنت، نحاول نوفر للبكتيريا المغذيات والعناصر الضروريه للمعيشة مالتها. من سويتوا الستيننج كنا نعطيكم البليت مالت البكتيريا زين، وانتم تاخذون من عندها كولونيز. هاي مرة بهذا مختبرنا ايش راح نسوي؟ راح انتم تحضرون الكلتشر، يعني احنا الميديا راح نحضر لكم اياها، لان شوية تحضير الميديا يحتاج لها وقت مو مال ناخركم بيها. فالميديا تكون محضرة، انتم مجرد نسوي الستيننج. الميديا على اساس الفيزيكال مالتها نقسمها الى ثلاث اقسام، فيزيكال مو كيميكال. ليش قلت لكم على الفيزيكال؟ لانه الكيميكال كل نوع من انواع البكتيريا تحتاج الى مغذيات خاصه. مثلا الجرام بوزيتيف بكتيريا مو نفس المغذيات اللي تحتاجها الجرام نيجاتيف بكتيريا. يعني احنا عندنا اكو اوساط تنمو عليها الجرام بوزيتيف بس ما تنمو عليها الجرام نيجاتيف. وطبعا هذا هم يعتبر شيء تشخيصي. مثلا احنا مرات من نريد نشخص البكتيريا نزرعها على اوساط معينه، اذا ما نمت عليها نجزم انه هاي جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف. مثلا من عندها الماكونجي، الماكونجي اجار يكون خاص بالجرام نيجاتيف بكتيريا. الفيزيكال قلت لكم راح نقسمها الى فيزيكال الى ثلاث انواع، اللي هي الليكويد ميديا زين او نسميه بالبروث، والسيمي سوليد ميديا هذا يكون يعني لا هو جامد ولا هو ليكويد. يعني خل اشبه لكم اياه شلون الجيلي، من يسوون الجيلي بالبيت يعني يكون نص ونص زين. والسوليد ميديا اللي هي هاي احنا يعني انتم اشتغلتوا عليها اللي كنتوا تاخذون البليته وتاخذون من عندها البكتيريا. زين طبعا هو المختبر كلش سهل، بس منطيكم فد كم نوع مال ميديات هاي يعني تحفظوها، ومنطيكم اكزامبل. يعني احنا هذا الاكزامبل مو بالضروره بس هو هذا المثال. زين نيجي لاول نوع اللي هو الليكويد ميديا. الليكويد ميديا او نسميه احنا عاده بالمايكروبيولوجي بالبروت، ايش يعني شنو يشمل؟ يشمل انواع هوايه، اللي هو احنا عندنا النيوتريانت بروث. طبعا النيوتريانت بروث هو يكون الوسط المغذي لكل انواع البكتيريا. وعندنا التريبيتك ساو بروث والبرين هارد انفيوجن بروث، يعني انواع مختلفه. هاي احنا نعطيكم امثله عليها. زين وهسه نشوف لكم اياها ان شاء الله يوم يعني اسبوع الله. ليش تفيدني اني هاي الليكويد ميديا؟ عادة هسه نشوف بالبايوكيميكال، من نجي نشتغل البايوكيميكال نشوف اكو انواع من البكتيريا لها قابلية على تخمير انواع من السكريات، يعني مو كل السكريات. مثلا اكو فد نوع يخمر لي يعني بس يعني سكريات معينة زين، ما تخمر لي غير سكر. هذا يعني شلون؟ اعتذر عن المقاطعة بس الشاشة راحت مال وين؟ والله هي يمي هسه كلها طالعة، خل اشوف ليش.
قلت لكم هسه احنا بالكويت انه مو تعطينا تسدد يعني العلامه يعني قلنا نشتغل بايو كيميكالز بالفرمنتيشن راح نشوف تغير الالوان اذا تغير يعطينا بوزيتيف او نيجاتيف هاي ان شاء الله يعني ناخذها بالمختبرات الجايه زين الشيء المهم هسه احنا عندنا طبعا ايضا السيمي سوليد ميديا هذا مهم يعطيني فد يعني فد انديكيت على بعض الخصائص مال البكتيريا مثلا هل هي ان ايروبيك ايروبيك هل هي موتيليتي 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 زين لان هاي الاشياء كلها تحتاج الى اوصاف تكون سيمي سوليد زين فهاي امري عليها اللي هنا هالاسبوع اللي انتم راح تشتغلوا احنا راح نشتغل هذا الاسبوع بالسوليد ميديا زين راح تشتغلون على السوليد ميديا طبعا من نقدر السوليد ميديا تشوفون هذا الشيء اللي امامكم يا اما نصبها بالبليت زين يا اما نصبها باليوتيوب نسميه بليت طبعا هذا محتاج بعض الفحوصات وعندنا البروز وعندكم هذا الاسنان ايضا نسوي اسنان على مود ناخذ البكتيريا سايكلها راوياها وياها بالنظر الطرق مالت الاستدين زين زين شفتوا ذاك ذاك الاسبوع من راويناكم الاعدادات قلت لكم دشوا هاي النمو المضربه هو هذا النمو البكتيريا زين يصير يعني على شكل تحقيق عندنا انواع الاستدين عندنا بالسفرايت بليت انسلين تكنيك وعندنا الاستدين تخفير باستخدام اللوب وعندنا الباور بليت تكنيك هاي عمليه الصب ثلاث تقنيات انتوا هذا الاسبوع راح نشتغل السفرايت هذا الفيجر راويتكم اياه باول فيجر بتعطيكم التولز اللي دائما نشتغل بها ونحتاج ان نعقمها اكثر من مره قاعده الشواذ فهذا الايل شيب اجلاس نعقم بواسطه تكون غمس بالكل وبعدين على الاثنين يتعقم نجي احنا نوسع عندنا صابين بالبتريديش نحط قطره طبعا هذا ويا الليكويد ما اقدر اخذ سوليد من السوليد كلتشر راح اخذ من البروت هسه اراويكم اياه بالمختبر اخذ قطره بالوسط مال البليت وامدي افر ال شيب زين هسه هاي كلها ما راح اشتغلوها بس احنا راح اراويكم اياها زين اللي راح تشتغلوه هذا الاسبوع هو الستريتنج هذا مال الاير شيب هذا احنا نشتغله قبالكم بس عن مود تشوفون يعني التكنيشن مال الشغل اللي انتم راح تشتغلوه هذا الاسبوع هو الستريتنج زين بالستريتنج اني يعني من اسمه دا شنو دا اخطط شلون من اخذته باللوب ذاك الاسبوع وسويته السمير بريبريشن هنا أنا ايضا راح اخذ اني كولوني زين او اسوي فد تاتش للكولوني وعندي اني بليت ما مزروع بي الستريتنج مالتي هنا أنا راح يكون بطريقه نسميها الاي بي سي او ال 1 2 3 هذا شنو هنا أنا راح اني ابدي اجي اخطط زين اول تخطيط اللي هي المنطقه الاولى اخططها عادي باللوب زين ما اخطط كل البليت اخذ في جزء من عنده واتوقف من اجي اريد اخطط تخطيط ثاني انا طبعا الغرض مالتي من التخطيط انه انا اريد اعزل البكتيريا او اعزل الكولونيز او بكتيريا فمن اجي اخطط التخطيط الثاني راح شو اسوي راح اروح ارجع اعقم على الفلين وابرده او انتظره يبرد وارجع اخطط التخطيط الثاني زين الثالث المنطقه الثالثه اللي هي السي او الثري ايضا راح ارجع اعقم احنا راح نشتغل اقبالكم وانتم تشتغلون بعدين نرجع نعقم اللوب على الاثنين زين وننتظره يبرد او نبرده ونرجع نخطط المنطقه الثالثه شنو راح اتوقع بهاي التكنيشن مال التخطيط بهاي التكنيشن مال التخطيط ايش راح اتوقع انه المنطقه الاولى ايش راح يكون عندي بيها راح يكون عندي بيها هيفي جروث زين في حين انه لا المنطقه الثانيه راح تبدي تكون اقل
والمنطقة الثالثة راح أبدي أحصل على السنجل كولوني. يعني أنا ويا كل عملية تخطيط وتعقيم للوب وأرجع أخطط، إيش دا أسوي؟ دا أقلل عدد المستعمرات أو عدد الخلايا البكتيرية، راح يبدي عندي يقل العدد. فلذلك راح أشوف المنطقة الثالثة، راح تظهر يعني تظهر لكم بهالشكل. أشوف المنطقة الثالثة عندي بيها سنجل كولوني، زين أقدر أحصل على سنجل كولوني. في حين هنا إيش راح أشوف؟ أشوف هيفي جروث، المنطقة الثانية تكون أقل بس أقدر أميزها. المنطقة الثالثة اللي هي أقدر أميز بيها السنجل كولونيز. زين هاي التقنية أنتم راح تشتغلوها، مال التكنيشن مال الستريكينج إن شاء الله راح تشتغلوها بإيدكم. تبقى عندنا آخر طريقة اللي هي الباور بلاي تكنيك. من اسمها هاي الباور بلاي تكنيك، أنا عندي أكو مرات بعض التجارب أحتاج إلى أنه أخفف أو أقلل العدد مالت الخلايا البكتيرية. عندي في الدراسة أريد يعني أوصل إلى فد عدد محدد من البكتيريا، يلا أبدي أكمل الشغل مالتي. فعادة إحنا عندنا البكتيريال سسبنشن، زين اللي هو يكون حاوي على عدد يعني هيفي جروث، يكون هيفي جروث يعني بيه هواية خلايا من البكتيريا. فمن أجي أزرع على البليت بهاي التقنية راح شنو أتوقع؟ أتوقع البليت الأول اللي هو مالت السسبنشن إنه يكون يعني بليت يعني very heavy growth لي، فما أقدر أني أميز التكنيشن مال الشغل أو الطريقة اللي أنا أريد أشتغلها. نبدي هنا أنا بهاي العملية شو نسوي؟ نسوي ديليوشن. الديليوشن شنو بيا طريقة يصير؟ عندي هاي التيوبات، هاي إحنا ما راح نسوي لكم إياها، بس إحنا راويكم إياها، أنتم ما تشتغلوها. عندنا هذا التيوب، التيوب شنو؟ خالين بيه البروث مالت البكتيريا. زين هذا يسموه التخفيف طبعا العشري، وعندي تخفيف نصفي. شنو هو التخفيف العشري؟ انا خاله 9 مل من البروث، اجي اخلي لي سيت مال تيوبات برا. السسبنشن عندي الاول والثاني والثالث، شوف انا لي وين اريد اوصل، راح اخلي دي على 9 مل من البروث. زين البروث اللي هو قلنا سميناه المزروع الوسط المغذي مالت البكتيريا. راح ابدي شو اسوي؟ اخذ من التيوب الاول، زين اخذ 1 مل اضيفه للتيوب مال اول ديليوشن. فايش قد راح يصير عندي الحجم الكلي؟ راح يصير الحجم الكلي مالتي 10. زين يعني انا هنا التخفيف مالتي ايش قد راح يكون؟ اخذت انا هنا هو كان 1/10، ضفت له 1 مل ومسويه سسبنشن، يصير عندي التخفيف 1/10. زين او نسميها هسه هنا 10 ناقص 1، هسه نفهم لكم اياها بالمختبر. من اجي اسوي التخفيف الثاني مالتي، راح اني ايش قد يعني باعتبار ماخذه اني 2، لا اخفف 2 اخذت، بس اني دا اخذ 1 بس على الكل مالتي هو 2. فايش راح يصير؟ يصير 1/10 10 × 10 100. زين كملت. اجي التخفيف الثالث مالتي التيوب الثالث، انا خاله بيه 9 وهم اخذت له 1 مل ضفته، فايش قد صار عندي؟ 10. انا هو التخفيف الثالث يعني اضرب هاي 10 × 100 × 10 راح يصير عندي، راح يصير عندي 1000، يعني 1/1000 او نقول 10 ناقص 3 وهكذا. انا اسوي تخفيف او لي وين اريد اوصل، زين اتوقف. شنو راح اتوقع؟ هسه انتم يعني هيك تخيلوها ببالكم، فالشيء بدي اخففه. اتوقع انه التيوبات الاخيره او اللي تكون بيها التخفيف ازيد راح تعطيني سنجل كولوني، راح اقدر اني بهاي الطريقه احصل على السنجل كولوني واخفف عدد الخلايا البكتيريه. زين فمن اجي ازرع من اخذ من هذا التيوب، اتوقع اني هنا انه تكون عدد الخلايا اقل، لانه كل ما يزيد التخفيف اتوقع انه عدد الخلايا راح تبقي تقل. زين وهكذا. هاي التكنيشن احنا راح نراويكم اياها، نشتغلها امامكم. زين بهالطريقه. زين راح نصوب
نشوف نصب طبعا احنا السسبنشن اللي حضرناه حسب التخفيف اللي نسويها، تخفيف الاول الثاني الثالث زين، وراها نحضن بالانكيوبيتر. ما وديتكم اياها الانكيوبيتر باول مختبر اللي هي الحاضنه بدرجه 37 درجه لمده 24 ساعه اوفر نايت. وراها ثاني يوم راح نجي نلقى الكلتشر يعني وندرس عليه، شوف احنا شنو عندنا بخصائص مال التجربه زين. طبعا الستريكينج هو يعني فد مختبر حلو وسهل. قلت لكم احنا هاي الكليه نريد نحصل على الكولوني، راح تنعزل لي كولونيز. انا من هاي الكولونيز من الاشكال مال الكولونيز راح اقدر اميز يعني شنو اميز، اقدر اشوف شكل الكولونيز. طبعا هاي انتو ما مطلوب من عندكم هاي التقاسيم كلها، بس مثلا الكولونيز على اي اساس يعني اشخصها؟ على اساس الشيب، الارنجمنت مالتها، السايز مالتها زين، الايفالويشن مالتها، هذني الاشياء كليتها اني اقدر اميزها. بس مثلا ما مطلوب من عندكم انه كل شيء الشيب مثلا سيركولار يعني ريجولار بيجمنتيشن، هاي كليتها ما مطلوب من عندكم، هي راح تظهر لي يعني هاي مال كلش تفاصيل دقيقه. بس انا المهم انه تعرفوا لي بالكولونيز انا شنو اللي اقدر اميزه، اقدر اشوف حجمها شكلها اشوف ارتفاعها زين. راح تشوفون باعوا مثلا هسه انا هاي من خلال هاي الكولونيز هاي الاشكال، هسه انا هاي اقدر اميزها من هيك تطلع لي، هاي هي الباسيلا سبتارس زين. البروتياس عادة نشوفها يعني شلون المستعمرة تكون كروية ومرتفعة. الستاف هاي ذاك الأسبوع أيضا اشتغلت بيها، الكولونيز مالتها أشوفها يعني كلش صغيرة. شوفوا هذا الستريكينج، هذا هسه نوع من الستريكينج، هذا هو مال الستريكينج مال الديليوشن اللي باللوب. يعني أنا آخذ الزون الأولى راح تطلع لي هذي زين، الثانية تكون نوعا ما يعني مبينة. بس وين أقدر أحصل على السنجل كولوني؟ أحصلها بالأريا الثالثة اللي هي الزون الثالثة، المنطقة الثالثة من البليت زين. يعني مختبركم هذا الأسبوع نوعا ما سهل، ويعني هسه تشوفون تتونسون به زين. هاي أيضا أشكال للكولونيز الستافيلوكوكس أورياس، هذا الشكل ايضا يبين لنا الستريكينج اللي هو احنا قلت لكم باستخدام اللوب نخفف الكولونيز نحرقه ونرجع مرت اللوب نعقمه ونسوي ستريكينج، فبالنهايه راح احصل على سنجل كولونيز زين. يعني المختبر سهل نوعا ما، وهسه تشوفون ان شاء الله يعني ايش قد ما نحكي على هاي ما راح يعني تتفاعلون وياه مثل العملي. ان شاء الله اسبوع الاخ مو نداوم راح نشوفكم الانواع اللي انتم ما تشتغلوها، بس الستريكينج لا راح تشتغلوا مال السبريت زين. اذا عندكم سؤال تقدرون تسالون، وإذا اكو شيء ما واضح دكتور بس رابط الحضور عادي سئل. الحضور أنا منزله برنامج هو ياخذه على الدخول مالكم على الميت، يعني من تدخلون على الميت هو ياخذ. مشكلة دكتور الحضور. يعني ما انزل الحضور، فإذا ما عندكم شيء يعني أنا أيضا بعد ما بس قلت لكم ايش قد ما راح يشرح هنا مو مثل من تشوفوه بالمختبر. عفوا دكتور شلون العقل؟ إذا عندكم أي سؤال عادي اسألوا. من هو؟ اللوب؟ الكالتشر ميديا شلون العقل؟ الـ L-shape؟ لا الكالتشر ميديا ربطة الذراعي شلون؟ الميديا مو احنا قلنا لكم شلون تعقموها. الميديا نحطها بالأوتوكليب. بس اللوب أو الـ L-shape glass رود نعقمه إذا اللوب بالفلين. قلنا لكم بالفليم مباشرة حتى من اشتغلت السمير، بس الال شيب راويتهم اني حتى طريقة اخاف التمشن وياهم، نخلي بيكر بكحول، ها
هذا الكحول نغمس به الايرث شيب وبعدين نحطه على الفليم راح نشوفه يلهب. يعني بالضبط هي نفس هاي الطريقه الموجوده على هو موجوده خلتكم عن الفيجر مالتها. زين قلت لكم اكو ادوات احنا دائما نستعملها، يعني مثلا اني هذا خلي هو جلاس وتقولوا لي نعقمه بالاوفن، بس انا اذا دا استعمله بصوره مستمره اعقمه بالكحول. زين دكتورة؟ نعم ماما. بس يعني شبكة ميت يعني ما مستقرة، يعني يطلع من ميت ويركب، شلون الحضور؟ لما يسجل هو ياخذ لي كل اللي يدخل، ايش وقت يطب، ايش وقت يطلع، من البدايه للنهايه. هو البرنامج منزلته ويا الميت، من الطب ومن حد ما تطلعوني يطلع لي، يعطيني الساعه الوقت والساعه وايش وقت تدخل وايش وقت تطلع. بس نبدا نقادر؟ اي عادي، اي ما عندي شيء وياكم، اذا ما عندكم سؤال تقدرون تطلعون.